تفضل افتح يا عم. جاي افتح لك الباب. اهلا وسهلا الفنان الجميل النجم الرائع نجم اكس فاكتور. قلت مره انك تحب طبعا تسلط الضوء على التراث السوري. حلم صغير كبر كثير يعني مثل ما بيقولوا. روتانا فتحت لي بوابه فعلا بكل معنى الكلمه. للشيء اللي عملته اليوم لعمري مبسوط فيه الحمد لله. بس اكيد لسه عندي مشوار كثير طويل. لسه عندي خيارات تكون صائبه اكثر من هيك. بيت شو؟ بيت الشهره. بيت الشهره جميل. بيت الامنيات. بيت الامنيات اوكي. يطير يا اللي عالشجر رجوعك تاني لحياتي سيناريو حكيته مرفوضة خرجت برا حساباتي كأنك نقطة جات سودة. كل شيء متعهدين حفلات. محمد مجذوب وينك؟ محمد مجذوب عندنا حفلة. محمد مجذوب وينك؟ تعال يلا كثير مطلوب. الأغاني ناجحة يمكن والشيء اللي عم بعمله ما شاء الله بوقت. وإنك تكون أوقات بمطارح معين تحسسه لمتاحة الحفلة إنك أنت معهم. أوه بعيش أيامي أنا أنت ومعي وبدوب من كتر الهنا أنت ومعي. الله الله شو بحبك وشو بموت أبي حبك تركني حبيبي موت ميّنك. بطلب من الملحن والشاعر أنه يتذكروني بالأغاني القوية. اوكي تحسس خلاص ماشي تفضل. رح شيل ايدي. تفضل سمعني اعمل ايه. انا اعمل ايه وانت بعيد عايش على ذكراك يا نسيم امي ثم امي لحد اخر يوم في عمري حضني من اول حياتي انت مقتنع باللون اللي عم تغني؟ الرسم لي هيدا اللون كان طبيعة صوتي. عبالك تسمع مغربي؟ مغربي كازاخستاني كمبودي شي بعد مش مغني. صافي صافي كان قلبي معك صافي.